اليوم على مركب بلك زولسكي من بولستيم لاين. طول المركب 229 متر، عرضه 33 متر، حمولة الكلية له ممكن يشيل شعير أو قمح 80,000 طن في الرحلة الواحدة. طبعا هنعمل مناورة الحين إن شاء الله مغادرة من الرصيف. 80,000 طن. أوكي شباب، ستاند باي تبول واللاين تايد. الطاقم الباب الثاني 6، هذا القاطرة تسحب. طبعا الطاقم كله بولنديين. يلا حريم مو طبيعيين. هذا السلم اللي حنزل منه. Steady 280. 280.